في 4 ديسمبر. لائحة البرلمان الأوروبي تفتقد للتوازن في التخاطب مع دولة ذات سيادة، هو ما أكده رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري، مضيفا أن الدستور الجديد حمل مكاسب عدة لحقوق الإنسان في الجزائر. الجزائر تحتفل هذه السنة وتعديلها الدستوري نص بصراحة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لأنه فيه فقرة جديدة في ديباجة الدستور تنص صراحة، تقول هذه الفقرة بأن الشعب الجزائري يتمسك بحقوق الإنسان كما هي مذكورة، ويذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ونظرا للوضع الذي فرضته جائحة كورونا، حفظ الحياة أولى من بعض الحريات، أكد بوزيد لزهاري. هذه راهي الاتفاقيات الدولية تسمح للدول، والدول كلها مارست دارت يعني تقييد الحريات، منها حرية التنقل، ممنوع لك تخرج من 8 حتى كذا، هذا تقييد لحرية التنقل، المفروض أني حر نمشي كما نحبه في أي وقت، لكن الظروف الصحية هي التي فرضت ذلك. وبالمناسبة منح المجلس الوطني لحقوق الإنسان جائزته السنوية لهذا العام للمحامي علي يحيى عبد النور، نظير مسيرته الطويلة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.